لدى العربي أصول المجد قد مزجت بأجساد بها شقوق الجبال قد نقشت قبور عن الدنيا أجسادها زالت لكن أفعالها دامت وقد نطقت ترى المحراب نادى يا أمة اجتمعي يضوي الصياح زئيرا يا صخر فانصدعي من دوي الجيش يخطو على أرض أن يا أعادي هاك كأس الموت فاجترعي قوم قد صادقوا الموت فلا جزعوا تراهم قصاة على أحبابهم ودعوا ومن رآهم من الأفق فروا وقد فزعوا يخربون بأيديهم بيوتهم فما نفعهم بما كسبوا وما صنعوا ونحن أهل الخطاب أفعالنا الخطب إذا قلنا فعلنا فلا شك ولا ريب أقوالنا كالسيف مبتورة الحدين إذا هجونا عزيزا فلا عز ولا نسب لا تقوم خيامنا إلا على الأخلاق الكرم منا والجود منا يذاق كلماتنا سيف سلت على الأعناق لا نخشى قول الحق لا نخشى إلا الله نفي العهود ولا نخلف الميثاق لا يهان ضعيف إن استجار بنا الضيف مكرم إن نزل بحينا واسأل الشرق قبل الغرب يحكي فعلنا أنا حكمنا من أقصى إلى أقصى فما ترى الحكم أفسدنا أو أفسد طبعا عرفنا المجد دوما وإنا لعائدون مهما سبق الأعادي أو كاد الكائدون انظر أبناءنا في كل واد يبرعون تناقلنا المكارم والأمجاد في دمنا فلا نكتفي بقولنا كنا فلا والله إنا نكون قصيدة البداية طلب عبد الرحمن مجدي شعيبة كلية الطب جامعة المنصورة فرقة 6